فقرتنا الطبية لليوم مع سلمى رح كمان نخص فيها السيدات ونحكي عن سرطان الرحم يلي ممكن كتير من السيدات وخصوصا بعمر الإنجاب ممكن يتعرضوا للإصابة بهذا المرض. ممكن يبدأ بأعراض عادية جدا وممكن يفكروا السيدات أو الصبايا أنه مشكلة شائعة وما في أي داعي للخوف، ولكن هذا سبب رئيسي بيكون للإصابة بمرض السرطان الرحم وممكن يكون إنذار لشيء خطير بنفس الوقت. يا سلمى، صحيح عفاف، وسرطان الرحم يعتبر من أنواع السرطانات أيضا اللي نسبة شيوعها عالية جدا تصاب فيها السيدات بعد سرطان الثدي، ولكن هناك بعض أنواع حاليا صار بعض أنواع الكشف المبكر، بعض أنواع اللقاحات اللي بتنعطى للسيدات ممكن انه هي تاخر او انه هي تساعد بهذا الموضوع. لنتعرف على كل التفاصيل ناخذ المعلومات الصحيحه بعيدا عن الايل والال وعن المعلومات اللي بتنتشر على الانترنت واغلبها غير دقيقه. رح يعطينا المعلومه الصحيحه ضيفنا لليوم رئيس قسم الاورام بمشفى ابن النفيس الدكتور نضال خضر اللي رح نتعرف منه على التفاصيل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير، شكرا على البرنامج المميز. أهلا وسهلا. شكرا للإخبارية السورية اللي هي منبر إعلامي مميز حقيقة. طبعا دائما يحدون الأمل في عراقة وحضارة شعبنا وبصمود الجيش وقائد هذا البلد. بتمنى الخير لكل المريضات وإن شاء الله بنقدر نغطي هالموضوع بتفاصيل جدا بسيطة وبعيدا عن المعلومات المعقدة إن شاء الله. يسعد صباحك دكتور نضال. يعني خلينا نبدأ مع حضرتك بفكرة عامة عن سرطان الرحم، ممكن بس نسمع اسمه أو العالم بيقولوا هداك المرض ما بيتجرؤوا حتى يقولوا سرطان، فخلينا ناخذ فكرة عامة عن سرطان الرحم. بالبداية الرحم هو من أهم الأعضاء في جسم الأنثى لأنه هو المسكن اللي بيحمل الجنين، وبالتالي هو مكان تشكل الإنسان، وبالتالي رغم قدسية هذا المكان وأهميته عند المرأة لكن للأسف ممكن أن يصاب بأمراض عديدة مثل أي عضو بالجسم. طبعا بس للتذكرة، الرحم هو عبارة عن طبقة عضلية تشمل معظم سماكة جدار الرحم، موطنة من الداخل بغلاف رقيق ناعم يسمى بطانة الرحم، وغالبا السرطانات تصيب هي البطانة، فدائما سرطان الرحم يعني سرطان بطانة الرحم. في أورام سليمة تصيب الرحم وفي أورام خبيثة. الأورام السليمة هي بنسميها بسموها بالعامية الألياف، يقولوا مع ليف رحم أو كذا. للأسف هي ممكن تصيب 75% من النساء، لكن الحمد لله هي أورام سليمة ما بتخوف، بتعمل تظاهرات أحيانا بتكون شديدة نزوف، قد تكون بسيطة أو قد تكون شديدة، ممكن توصل بالحالات الشديدة لفقر دم إذا أهملت، ممكن أحيانا تضغط على المجاورات إذا كانت أحجامها كبيرة حسب موقع بالرحم، ممكن تضغط على المثاني تعمل أعراض بولية، ممكن تضغط على المستقيم تعمل إمساك كتام. يعني عند سيدات في سن الإنجاب قد تكون هي سبب للإجهاض، سبب كبر الورم الليفي ممكن يشغل مساحة مليحة من مسكن الرحم. إذن هي الأورام هي أورام سليمة، تظاهرات أحيانا تكون شديدة وملفتة للنظر، لذلك أي عرض من هي الأعراض يستلزم أنه الأنثى أو السيدة تراجع الطبيب النسائي من أجل كشفها مبكرا من أجل علاجها وتهوين الأمر على السيدة، لأنه هي أمراض حميدة. إذن هذا موضوع الأورام الحميدة اللي هو إنذاره جيد وعلاجه غالبا إذا كانت أحجام كبيرة تستأصل جراحية. طيب ما في أي دور للعلاجات السرطانية المتعارف عليها. هلأ نروح على السرطان. السرطان اللي هو بتعرفه تكاثر خلايا غير مسيطر عليه، بيكبر الورم وبينتقل إلى آخره. 90% من سرطانات الرحم بتصيب هي البطانة الرقيقة، و10% بتصيب العضلية يعني سماكة الرحم. نفس الشيء الأعراض، إذا بتحب نحكي بالأعراض خلينا نبلش قبل ما ندخل بالأعراض، خلينا نعرف الأسباب. كتير ناس بيقولوا نمط الحياة،
في ناس بتقول السرطان هو الشيء الوحيد اللي ما نعرف له سبب، في ناس قالت نمط الحياة، التدخين، البيئة، الوراثة، في كتير أسباب. خلينا نعرف من حضرتك سرطان الرحم شو أبرز الأسباب أو أشياء الأسباب اللي هي عم بتأدي للإصابة فيه؟ بشكل عام في عندنا نحن بالأورام النسائية سواء سرطان الرحم أو سرطان الثدي حتى في دور للعوامل الهرمونية. بما معنى المبايض عند الأنثى تفرز هرمونات أنثوية اسمها الأستروجين، فلما بيكون في تعرض زائد لهذا الهرمون بيحرض سرطان الرحم، لأن الأستروجين نحن بنعرف بيحرض بطانة الرحم على التكاثر عند مثلا الأنثى الطبيعية من أجل تحضير الرحم للحمل. إذا بتلاقي بتضعف بطانة الرحم، بتكاثر بطانة الرحم بهدف سليم، بهدف تحضير الرحم للحمل. هذا بالدورة لما بيصير في عندنا دورة بيصير في زيادة بالأستروجين. لذلك فينا نستنتج نحن أي حالة بيصير فيها زيادة أستروجين هي على المدى البعيد أهب للسرطانات. البلوغ المبكر، لما الوحدة بيجيها البلوغ بشكل بعمر باكر، أو بيصير عندها ضهي متأخر. الضهي يعني سن اليأس، يعني بتتأخر الدورة لتروح. كمان بيصير في عنا عمر أطول من التعرض للدورات، وبالتالي في عنا عمر أطول أو فترة أطول من التعرض للهرمونات الأنثوية. السيدات اللي ما عندهم إنجاب أو ما عندهم حمول كمان هو بيتعرضوا أكثر للهرمونات الأنثوية. في عنا تناول حبوب منع الحمل طبعا اذا كانت باشراف غير يعني بدون اشراف طبي، لانه في منهم بيحتوي بس استروجين يعني، وفي منهم بيكون معهم بروجستيرون بيكون تاثيرهم على الرحم اقل. اذا تناول حبوب منع الحمل بدون اشراف طبي ممكن يعني بشكل عشوائي خلينا نقول ممكن يأهب على المدى البعيد على تكاثر وحدوث سرطان الرحم. في بعض العلاجات احيانا بنعطيها بسرطان الثدي، كمان اذا كان باشراف غير طبي وبدون مراقبه ممكن تاهب لسرطان الرحم. هذا بالنسبه اذا حكينا الاليه الهرمونيه او تعرض الانثى للهرمونات. في اسباب كثير مهمه وقابله للتعديل البداني. كثير سيدات اللي عندهم بداني مفرطه هود معرضين ايضا للاصابه بسرطان الرحم بنفس الاليه الهرمونيه. الوراثه بتدخل شيء بهذا النوع؟ رح نحكي فيها. لانه كمان النسيج الشحمي نحن لما يكون في بداني هذا مؤهب انه يصير في عندنا زياده استروجينات بالنتيجه. في شيء اسمه المتلازمه الاستقلابيه اللي ما رح نحكي فيها، بس عاده بيكون في ارتفاع ضغط سكري وبداني. اذا اي مريض عنده ضغط سكري بداني هي كمان معرضه اكثر من غيرها لتنصاب سرطان الرحم. هلا العامل الوراثي موجود، لكن بسرطان الرحم بالذات نسبته 3-5% مو اكثر من هيك. في بعض الاستعداد الوراثي او بعض الخلل الجينات ممكن يأهب لسرطان الرحم، لكن ضعيف شوي. هذا بالنسبه لسرطان الرحم. هلا عنق الرحم الموضوع شوي مختلف. سرطان عنق الرحم هون في دور الفيروسات الانتانات الفيروسيه. في فيروس اسمه الاتش بي في، طبعا هذا بيجي بينتقل عن طريق الممارسه الجنسيه. لذلك كثير مهم الوقايه، هون بيجي دور الوقايه موضوع سرطان عنق الرحم. اذا من اهم العوامل لسرطان عنق الرحم وليس الرحم هو الاصابه الفيروسيه. هي بشكل عام العوامل المؤهبه. هلا ما فينا نقول اسباب، شوي صعب نقول هذا سبب، لكن هو عامل مؤهب. ذكرت دكتور حضرتك معلومه جدا مهمه، انه النساء اللي بيتاخروا لحتى يدخلوا بسن اليأس فهنن بيفكروا انه هذا شيء منيح لهم، انه انا لسه عندي بيريود فهذا شيء منيح. فذكرت حضرتك انه هذا ممكن يكون سبب مؤهل للاصابه. هلا هو سلاح ذو حدين، يعني هو بيقيه من طبعا بيبقيه من مضاعفات يعني تاخر التضهي خلينا نقول تاخر سن اليأس ممكن يقينا من تاثيرات على العظام. يعني بصير ترقق العظام بيتاخر الاحتمال، بس بنفس الوقت ممكن يعني تزيد احتماليه الاصابه. يعني فينا نوازنها بهي الطريقه. هلا نحن ما فينا نقول والله انه هو ده سيء، هذا عامل مؤهب لكنه ليس سببا.
كآلية. طيب بنفس الوقت ممكن كثير من الصبايا والنساء يشعروا بعوارض يفكروها عادية جدا، وممكن يستخدموا علاجات من عندهم بدون ما يكونوا واعيين لهي المشاكل العادية، انه هي ممكن تكون انذار لشيء خطير. كيف فينا نعرف نحن انه هذا انذار لشيء خطير؟ ممكن انه بشكل سريع نستشير الدكتور. نحكي عن الأعراض. نحن بالنسبة للأعراض مثل ما حكينا بالاورام اللي فيه اللي حكينا هي اورام سليمه، نفس الشيء السرطانات تقريبا نفس الاعراض، بيكون في عندنا نزوف، بيكون في سواء قد تكون بسيطه او قد تكون شديده. ممكن تشكي السيده من الام بالبطن اسفل البطن، اسرى بعد الممارسه الجنسيه، الم بعد الممارسه الجنسيه، مثل ما حكينا امساك، اعراض بوليه، اي عرض من هي الاعراض. نحن ما عم نخوف السيدات عم يسمعونا هلا، لكن يجب انه يراجعوا اقرب طبيب نسائيه من اجل بالاخص اذا كان عندنا هي العوامل الخطوره اللي حكينا عنها، بالاخص البدانه، مراجعه اقرب طبيب من اجل مقاربه هي الاعراض، من اجل اذا في شيء خطير لا سمح الله ينكشف بوقت مبكر. لكن كل الاحوال في اسباب كثير للنزوف، مو بس السرطان، يعني مشان ما يخافوا السيدات اللي عم يسمعونا هلا، تماما في اسباب اخرى هرمونيه دمويه الى اخره، لكن يجب عدم اهمال اي عرض من هي الاعراض اللي حكينا عنها. اذا اي نزف، طبعا النزوف هون بتختلف، اي شيء غير قبل طبيعي، قبل سن الظهر، قبل سن الياس، غير بعد سن الياس. هلا بعد سن الياس يفترض ما يكون في دوره، مفروض ما يكون في نزوف، فاي نزف هو نزف غير طبيعي، يجب مراجعه الطبيب. قبل سن الياس يعني سيدي قبل الأربعين خلينا نقول، او قبل الـ45 ممكن ما ينكشف مع النزف فورا، ممكن يصير عندها اضطراب بالطمث، يمكن الدوره تطول مثلا متعود عليها 5-6 أيام تصير عندها أسبوعين، تتأخر لتوقف، تكون غزيرة يعني، أو آلام شديدة أثناء الدورة، يعني هي مؤشر أيضا للنزوف قبل سن الياس. طيب دكتور خلينا نحكي، متى ما تشخص عند السيدة أنه هي مصابة بسرطان الرحم، مراحل التداوي أو العلاج؟ هلا بالنسبة للتشخيص، نحن كمان رح نحكي تشخيص وعلاج مع بعض. طبعا لما بيكون في عندنا هي الاعراض المحيه اللي هي مثل ما بنرجع بناكد عليها، النزوف غير الطبيعيه اللي بتلاقيها الانثى غير طبيعيه، بتراجع طبيب النسائيه. طبعا هون بده هو يفحصها فحص سريري، فحص يفحص البطن، فحص نحس، فحص نسائي، الفحوص الاخرى مثل الايكو سواء عبر البطن او عبر المهبل، من اجل كشف اي كتل، من اجل اي كشف اي تسمك في بطانه الرحم. في حال الشك يتم اخذ خزعه من قبل الطبيب النسائيه اللي هي بتاكد التشخيص. طبعا لما نحن بين بالخزعه انه نحن امام سرطان، هون بقى بندور بقى على العلاجات، في خطه لتحديد مرحله المرض، لانه سرطانات الرحم بالذات هي غالبا تكشف في مرحله مبكره لانه بتعبر عن نفسها بشكل مبكر. غالبا لازم نعمل نحن الطبق المحوري، لازم نعمل رنين مغناطيسي لنحدد المرحله. معظم الحالات برجع باكد انه هو يكشف في مرحله مبكره لانه بيعطي اعراض باكره، وخاصه اذا كانت المراه سيده تتحلى بالوعي ومهتمه بصحتها وما خافت وراجعت الطبيب بسرعه. وغالبا لما بيكشف مرحله مبكره نحن بيكون امام علاج شافي. العلاج غالبا هون بالجراحي بشكل اساسي، يتم استئصال الرحم. نحن عم نحكي عن سرطان غالبا بيصيب النساء بعد الـ50، يعني من النادر نشوف نحن سرطان الرحم بعكس عنق الرحم، غالبا نادر نشوفه قبل سن الـ50. فغالبا هون المراه بيكون هي عمليا كونت اسره، صار عندها اولاد، بالتالي موضوع الانجاب ما كثير مهم، فالحل الجراحي هو الاساس. بعد الجراحه بقى حسب معطيات الجراحه بيتم فحص الرحم والمبايض والبوقين واي شيء مشتبه بالبطن، العقد اللمفاويه يتم فحصها. حسب اصابه هي الاعضاء يحدد المرحله ويبين في ما اذا كانت هي بحاجه لعلاج بعد الجراحه. غالبا هذا العلاج ممكن يكون علاج شعاعي، وبحالات قليله جدا جدا علاج كيماوي، يعني استطبابات العلاج الكيماوي بهذا السرطان جدا قليله، الا اذا كان المرض لا سمح الله منتشر، وقتها موضوع اخر. معناها هون دكتور ممكن احتماليه الانجاب عند السيدات يلي قبل عمر الـ50 بعد العلاج ممكن تخف الاحتماليه؟
هلا نحن ما نحكي بسرطان الرحم، نحن عادة بيصيب هن النساء بعد سن الإنجاب. هلا في حال طبعا مع تطور الحياة المعاصرة أو سرطان عنق الرحم، صرنا عم نشوف نحن حالات سرطان رحم بسن مبكرة. هي الحالات فعلا حالات صعبة تدرس عادة، نحن بنشافينها ومن قبل أطبائنا بسوريا، تدرس من قبل بنسميه فريق متعدد الاختصاصات. يعني عادة بيتم دراسة الحالة بين طبيب النسائية وطبيب الأورام وطبيب الجراحة وطبيب المعالجة الشعاعية وطبيب حتى الإنجاب. يعني أحيانا بيكون أطباء نسائيين مختصين بالإنجاب، وتدرس هي الحالة بحالة، يعني كل حالة بتندرس لوحدها، ومنقدر خطر أي الخطر الأكثر الإنجاب أو يعني الأهمية، عفوا أهمية الإنجاب أو أهمية أن نعالج المرض. في حال كان المرض قابل انه ننتظر عليه، هو مرحله مبكره، ممكن نلجا لاجراءات اقل عدوانيه، خلينا نقول ما نحافظ على الرحم بحيث نحن نقدر نسمح للسيده بالانجاب. صحيح، لكن هي حاله جدا بصراحه نادره. اكيد دكتور، دائما لما بنحكي عن اي سرطان دائما بنربط بالعلاج نمط الحياه. خلينا نعرف من حضرتك بعض النصائح اللي تخص ايضا نمط الحياه الصحي اللي لازم تتبعه السيده اللي ممكن تنصاب بالسرطان او اللي هي اصلا مصابه وعم تتعالج. دائما احنا في نصائح عامه، هي للاصحاء ولا مرضى، يعني هي بتخدم بالوقايه وتخدم في العلاج بنفس الوقت. الابتعاد عن الحياة الساكنة، يعني لازم نشجع الرياضة، الرياضة مهمة جدا، سواء المشي اليومي أو الرياضة الخفيفة أو حتى الرياضة النظامية. تجنب البداني، اتباع نظام غذائي معين، غالبا نحن بنشجع على تناول الأغذية الأغنية بالخضروات، الفقيرة باللحوم والدهون. طبعا الامتناع عن التدخين، هي مهم جدا وقاية من كل السرطانات. تخفيف الضغوط النفسية، العيش بحياة، يعني محاولة دائما تحسين الحالة النفسية، لأن كمان الحالة النفسية بتأثر على كل شيء، على العلاج بتأثر على مناعة الجسم، بتأثر على شهية، بتأثر على تغذية جيدة إلى آخره. دائما الحالة النفسية وراء كل مشكلة أو مرض. بالختام أكيد بدنا نتشكرك دكتور نضال، وشكرا كثير على النصائح المهمة وتصحيح كمان بعض الأخطاء الشائعة اليوم بين السيدات وحول هذا الموضوع مرض سرطان الرحم. شكرا لك دكتور نضال خضر، كنت معنا اليوم رئيس قسم الأورام بمشفى. برجع بوجه رسالة أخيرة لكل السيدات اللي سمعونا، الاهتمام بصحتهم، عدم اهمال اي عرض ممكن يحسوا انه غير طبيعي، نزوف، الام اسفل البطن، مراجعه اقرب طبيب، لان دائما كشف اي مرض في بدايته افضل ما انه نتاخر عليه ويصير غير قابل للعلاج. وغالبا هي الاعراض اللي عم تشكي منها المريضه اللي حكينا عنها ممكن تعبر عن ورم حميد، مو ضروري يكون سرطان، ولازم ناكده ونعالجه بشكل مناسب. أكيد. شكرا لكم على الاستضافه. شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها.